السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وفي احسن الاحوال يا رب. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه ديال القنيه بالاعشاب في الفرن. غادي نحتاجوا القنيه او الارنب، وعندنا نص كاس ديال زيت الزيتون، ونقدروا نعوضوه بزيت نباتيه. عندنا بطاطا مقطعه على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا في الفيديو. عندنا نشا ديال الذرة أو مايزينا، وعندنا جوج بصلات مقطعين على هذا الشكل، وعندنا الشامبينيون ديال العلبة، تقدروا تعملوا الشامبينيون طري اللي عندكم. وبالنسبه للتوابل كنحتاجوا المعلقه ديال السكينجبير، التحميره، والبزار، الخرقوم البلدي، والاعشاب او ليزيرب دو بروفونس، والملح، والمطارد او الخردل. وبالنسبه للكبده غادي نخليوها حتى الاخر، عادي نعملوها في الفرن. نبداو على بركة الله. غادي ناخدو هاد التوابل ونعملوهم في واحد الإناء، وغادي نضيفو عليهم زيت الزيتون، ونخلطو مزيان باش يندمجو كلشي المكونات. صدقوني هاد الخليط اللي فيه هاد المزيج ديال المطارد مع الأعشاب كيعطي واحد اللذة هاد الأرنب، والجلدة ديالها كتجي مقرمشة. وأكيد إلا جربتوها غادي تعجبكم. كناخدو هاد الخليط ديال التوابل وكنعملوه في كل شي جوانب ديال القنية، من الداخل والخارج. كيف ما قلت لكم غادي نعملو حتى في الداخل. كندهنوها مزيان، وتناخدو البصلة وكنضيفوها. وغادي ناخدو الباقي ديال التوابل ونعملو فوق البصلة. وغادي ناخدو واحد ربع ديال الكأس الماء، القليل القليل من الماء، ونشلو بيه داك التبصيل. نحاولو نعملو غير شوية الماء صافي،
ديك لاصوص كتجي بنينة ولذيذة. صدقوني لا جربتوا هاد الوصفة ما غاديش تبقاو تستغناو عندها. اللي ضاق عندي هاد الوجبة الا هو كيطلب مني الوصفة. وغادي نعملو الورق ديال الالومنيوم وغادي نخليوه يرتاح واحد الساعه او اكثر على حسب واش مزروبين بها او لا. ودابا غادي ندخلوها للفرن اللي كنا مشعلينو على 220 درجه. ميتين وعشرين درجة الفوق والتحت. والمدة ديال الطهي كانت على حسب القنية والصغيرة والكبيرة. كنبقاو نراقبوها حتى طيب. ودابا غادي نوجدو في هاد الحين غادي نوجدو البطاطا. غادي ناخدو النشا ديال الذرة او المايزينا وكيف ما كتشوفو كناخدو واحد الصفاية وكنرشو مزيان هاد القطع ديال البطاطا. كنحاولو نعملوها في كل شي القطع. وصدقوني هاد الطريقة ديال النشا الدورة كتجي رائعة وكتجي مقرمشة. وكنقدرو نحتفظو بها النهار كامل وهي كتبقى مقرمشة. وغادي نخلطوها شويه وغادي ندوزو نعملوها في الزيت اللي كنا مسخنينه. وبنفس الطريقه بحال الفريت كتتحمر عاد نزولوها. وكنخليوها تتحمر مزيان عاد نزولوها. دابا غادي نعملو لي شامبينيون مع الكبده. واحد ربع ساعه قبل ما تنخرجو الارنب كنعملو الكبده والشامبينيون. ما كنديروش الكبده قبل باش ما تنشفش لينا. وكنخليوها تكمل طياب بين ما تحمرت وعاد نخرجوها. وبعد ما وجدت القنية ديالنا ها هو الشكل النهائي ديالها. غادي نقدموها في هذا الإناء. شوفوا كيف كتجي محمرة ومقرمشة. وغادي نعملو ديك الكبدة والبصلة مع لي شامبينيون.
صدقوني هاد الطريقة كتجي رائعة رائعة، وأكيد إلا جربتوهم مغاديش تبقاو تستغنوا عنها. واللي جربها يخلي لي في التعاليق كيف جاتو. وغادي ناخدو هاد القطع ديال البطاطا ونزينو بيهم هاد الطبق. ونتمنى ان هاد الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها، وما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء الى فيديو جديد مع وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Thank you.